كلنا شفنا حالة الأدرينالين اللي كانت منتشرة في الشوارع المصرية، كل كان مترقب ومتحفز، المقاهي امتلأت عن آخرها بالمصريين، حتى البيوت اللي جلس فيها كنا بنسمع صوتهم من البلكونات لما يحصل تسجيل لهدف أو لمتابعة المباراة بتاعت النادي الأهلي. الشوط الأول ربما ما كانش النادي الأهلي موفق فيه، ولكن الشوط الثاني كعادته توج فيه ملكا لأفريقيا ب 11 بطولة أفريقية. الحالة اللي بيعيشها حاليا جمهور النادي الأهلي بعد تتويجه باللقب ال 11 حالة تاريخية، يعني شفنا تأثيرها حتى اللي امتد لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه للاعبي الفريق. يعني احنا بقالنا كتير ما شفناش يمكن الناس بتنزل في الشوارع وتحتفل بالعربيات زي كده، فكرونا بالبطولات الأفريقية اللي كنا بنحصد عليها في منتخبنا. يعني في الحقيقة كانت حالة فرحة عارمة على الجماهير المصرية كلها، مش هقول بس جماهير النادي الأهلي لأن كلنا كنا مبسوطين بالنادي الأهلي وأدائه. زي ما مصطفى قال يمكن كان صعب شوية الشوط الأول، الحلم أصلا في بداية البطولة كان بعيد، بعد كده قرب وقرب لغاية ما رجالتنا قدروا أنه يخلوه حقيقة ويفوزوا بال11. النهاردة الناس ابتدت تكتب على الفيسبوك 12 يا أهلي أفريقيا 12 يا أهلي، خلاص عايزين اللي جاي بالفعل. هنستعرض معاكم النهاردة تفاصيل المباراة وأداء لاعبي فريق النادي الأهلي اللي كان عندهم حماس وإصرار طول المباراة اللي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كورة اللي منورنا في صباح الخير يا مصر، أهلا بيك. صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين، وألف مليون مبروك لمصر الأول، وألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. أهلا بيك يا كابتن كريم. أهلا وسهلا. يعني الشوط الأول كان صعب شوية، الناس فقدت الأمل، تعليقات كلها حتى على مواقع التواصل كانت مخيبة للأمال، تهاجم الشناوي، ناس زعلانة. نعم. وانقلبت مرة تانية على طول الشوط التاني. هو طبعا بص، في وجهة نظر شخصية ده أسوأ يعني نهائي ربما فني من ناحية فنية ربما يكون النادي الأهلي كسبه في تاريخه. الأداء كان سيء، وحتى من الوداد نفسه، الوداد نفسه برضه ما لعبش مباراة فنية كويسة، كان واضح الضغط العصبي متغلب. أثر على يعني الاثنين حاولوا يهربوا منه، الاثنين الفرقتين حاولوا يهربوا من الضغط العصبي بس ما عرفوش. وبالتالي المباراة اتزنقت في شارع معين الاثنين مش عارفين يخرجوا منه، وهو إنك تخطف بكرة ثابتة. مفيش حل تاني. ليه؟ إن احنا مش عارفين نلعب كورة. ملعب كمان ضيق، الملعب هناك أضيق من ملعب استاد القاهرة، أضيق ملعب برج العرب. ده كان ميزه للوداد وعيب على الاهلي. الاهلي ما بيعرفش يلعب في الملاعب الضيقه بتاع المساحات المفتوحه، الاهلي عايز ملعب واسع شويه عشان يعمل ستريتشنج للملعب زي ما احنا بنتكلم في التحليل يعني، ويبدا يلعب اللعب بتاعه. الوداد حتى امبارح يعني ندلل على الكلام ده بشيء، ان الشوط الاول النادي الوداد وهو بيعمل الضغط العالي على النادي الاهلي، انت بتتفرج على المباراه مش حاسس لعيب الاهلي مرتاح، على طول بيستلم الكوره في واحد جاي له يخلص منه يلاقي واحد تاني، ده مساعد ده الملعب ساعد كده الوداد. فالمهم بعد انا متفق معاك جدا 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 ان كان في حاله من الياس بعد الشوط الاول، والناس حاسه خلاص هم خطفوا الجون اللي هم عايزينه، وبالفعل مش عارفين نلعب كوره. انت كل دقيقتين لعيب بيقع، دخان وقف الماتش، مش قنابل صوت، انت بتلعب في اجواء مش سهله خالص خالص. صح. وعايز اقول لك ان انت بتسمع الصوت ده في التلفزيون شيء، ولو انت متواجد في ملعب المباراه شيء تاني خالص. يحسب للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي ان هم في الشوط الثاني فصلوا نفسهم عن جميع هذه الاجواء ولعبوا بنفس اللعبه اللي عملها الوداد. يا جماعه احنا متدربين، الجون اللي جابه النادي الاهلي امبارح بتاع الكروس بتاع علي معلول والهيد بتاع محمد عبد المنعم من العرض قريبه، شفناها كتير جدا جدا مع النادي الاهلي مع كولر، وشفناها كمان السنه اللي فاتت حتى في مباراه النادي الاهلي في نفس الملعب مع الرجاء المغربي. فالتكتيك ده الاهلي متعود عليه سواء كان المدير الفني كولر او حتى المدير الفني بيتسو موسيماني. مباراه ما كانتش حلوه على المستوى الفني، ولكن بكل حقيقه يعني مين في المستقبل هيتكلم على الفنيات؟ الناس انت فزت خلاص، الناس هتفتكر حاجه واحده، مين اللي كسب البطوله؟ خلاص الاهلي كسب، شكرا انتهى الموضوع. الاهلي بدا المباراه يعني خلينا نقول كده ايه، مش بيلعب دفاع، لا بدا بالضغط من منطقه خط النص لغايه ما الهدف دخل. ايه سبب الهدف وشايف الغلطه كانت فين؟ هل النهارده انا هرمي الغلط كله على كولر ولا ايه اللي حصل؟
لا بصي طبعا الشناوي اخطا يعني طبعا او شناوي طبعا. شوفي النادي الاهلي مفروض ومحللي الاداء للفريق عارفين ان واحد من اهم الاسلحه عند نادي الوداد هو الكره الثابته. نادي الوداد بقاله سنتين بيلعب بنفس التاكتيك ده، والمجموعه دي مع بعض بتلعب مع يعني عندهم خبره مع بعض بقالهم في سنين وبيلعبوا على نفس الاسلوب ده. نادي الوداد السنه دي كل تفوقه على الفرق اللي واجهها، حتى صن داونز الهدف اللي تاهل بيه للفاينل رغم ان هو جه من هدف عكسي من مدافع صن داونز، كان برده كان من كره ثابته. فالمفروض ان الفريق متدرب كويس قوي على الوقفه في الكرات الثابته نادي الوداد. انا في وجهه نظري الغلطه ان كان لازم لعيب طويل يقف عند الخط ال 18. احنا خدنا بالنا ان علي معلول لما حاول يعمل الجامب الكره كانت سريعه جدا وما قدرش ياخد الكره. برده علي معلول مش لعيب طويل. الناس محمله الشناوي طبعا لان كان ممكن هو يعني يخلص الحته دي كلها بان هو ياخد خطوه وما يستناش الكوره انها تتشاط عليه زي الفاول. احنا حسينا ان الكوره اتشاطت عليه زي كانها فاول من مباشره من امام منطقه الجزاء. الكوره طبعا كانت متطرفه ويفترض طبعا هو طبعا لاعب الوداد عملها بسكرو عشان بحيث ان هي اي حد بس يلمسها تخش جون، وبالفعل هم كانوا موفقين فيها. وانا مش هقدر اقول يعني هي غلطه كذا، الغلطه الاساسيه عندي بصراحه يعني يتحمل الشناوي. لا لا لا, لا طبعا مش كلها الضغط اللي لا حصل لا عليه النهارده. شفنا كميه يعني في الشوط الاول، بعد الشوط الاول لو فتحت كده مواقع التواصل هتلاقيها كلها بتجلد الشناوي. لا لا ده دلوقتي مبسوطين بيه، دلوقتي مبسوطين. دلوقتي هل يتحمل الشناوي؟ لا بص احنا خلينا برضو نكون واضحين ان ردود الافعال ساعة ما فريقك بيتلقى هدف او بيبقى متجه للخساره بتبقى انفعاليه طبعًا. انت عايز تطلع غضبك وغلك زي ما احنا بنقول في اي حد، فده طبيعي. انا ما بشوفوش حاجه يعني استثنائيه، لا ده طبيعي اوكي مفيش مشكله. الشوط الثاني تعال نشوف تعامل الشناوي مع كل الكرات العرضيه، هتلاقيه عمل اللي انا بقول لك عليه، بدا ياخد الخطوه مش واقف مش مستسلم لان هستنى الكوره واشوف بقى هيحصل لها ايه. لا انا هاخد الاكشن وهحاول ان انا افسد خطوره العرضيه قبل ما تتحول انها تعمل خطوره، لان الحارس لما بيطلع وياخد الكوره بيدي طمانينه للمدافعين، هو بيحس ان هو معاهم وحش هيطلع ياخد الكوره ويخلص من عندنا الهدك او الصداع بتاع ان احنا نخش في تدخلات هوائيه والله اعلم الكوره تعدي مني ولا لا. فالشوط الثاني كله هتلاقي ان الوداد ملوش ولا هجمه على مرمى النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا بعد تدخل الجهاز الفني بالتغييرات وبالتاكتكس اللي غيرها في الشوط الثاني قدر الحمد لله ان هو يجيب هدف التعادل. طيب التغييرات اللي عملها كولر بقى نعم. قراءتك الفنيه ليها ايه؟ والله شوفي طبعا انا في وجهه نظري هو طبعا يعني التغييرات نزول قفشه ونزول عبد القادر ادانا مساحه زياده من الهجوم، ربما ما قدرناش نلعب الكوره بتاعتنا على الارض زي ما قلت لك بسبب ان فعلا الملعب ضيق وهم عملوا ضغط عالي بشكل كبير جدا وشكل كان خنيق يعني خنق النادي الاهلي. اعتقد كولر لما نزل عبد القادر ونزل قفشه بدا يلعب على الكرات الطوليه اللي منها جبنا كذا كره ركنيه. أي. احنا بدا الناس اعتقد بعد الدقيقه 75 للاسف احنا اتاخرنا قوي في الهجوم، بس بعد الدقيقه يعني بعد الدقيقه 70 بدانا نقول الاهلي بيهاجم والاهلي له يعني انياب هجوميه. ايوه بحيث ان احنا لعبنا كام كره طوليه دفاع الوداد حولها لضربات ركنيه وبدانا نشوف في نوع من انواع الضغط المصري على الدفاع المغربي. ده انا اعتقد كان وسيله ناجحه لان ما كانش في وقت. النادي الاهلي لو كنا هاجمنا من بدري اكتر كنا مسكنا الماتش كان اوكي. انا معاكي انا 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 احبذ هذه الفكره من البدايه، ولكنها كانت فكره محفوفه بالمخاطر لان بدايه المباراه هو هيقول لك انا نازل العب اتنين انا كسبان هنا 2-1. طب لو انا هاجمت فتحت خطوطي تمام ممكن اخش فيها جون، طب اعمل ايه؟ انا ممكن اصير المباراه. انا في وجهه نظري هو حاول ان هو يخلص الشوط الاول بالتعادل والشوط الثاني يزود شويه الهجمات المرتده لان الفريق الثاني هيبقى الولاد يبقوا تعبوا. هي ما جاتش لان الهدف بتاع الوداد في الشوط الاول لخبط الموازين وكمان الستايل بتاع المباراه. خلي بالك النادي الاهلي فعلا من بعد هدف الوداد في الدقيقه 30 او 32 لغايه تقريبا الدقيقه 70 لما الدخان والحكم مش عارفين نلعب كوره. صح مش عارف تلعب كوره خالص. ليه؟ هم عايزين كده. انا هجيب التارجت يشغلك وعطلك ودي نقطه خطيره لازم الناس لازم تفهمها كويس. ان في ناس تيجي تقول ايه عادي يا جماعه ما هو الحكم هيحسب وقت ضايع. لا في فرق شاسع بان انا العب الشوط بلوك مع بعضه او انه يتقسم. لما بيتقسم ده بيأثر على حاجات كتيره جدا جدا في الرياضي، منها واحد
انت بتخلي الهارت ريت بتاع اللعيب ينزل تماما ل 60 او 70، خلاص تهديته. لما يجي يلعب تاني يبدا من الاول زي العربيه كده، انت ماشي على ال 180 مثلا يعني. لو انا جيت وقفتك خلاص العربيه ترجع للصفر، ارجع اشحن تاني. ده بيعمل مشكله عند اللعيب، وده كان اسلوب من اساليب الوداد لافساد المباراه فنيا عن النادي الاهلي. فانا بشوف بصراحه ان النادي الاهلي قدر بعد يعني بالظبط لما الحكم استعاد المباراه بعد ما الدخان بتاع الشماريخ والالعاب الناريه اللي هم استخدموها دي، قدر اللعيبه فعلا قدروا ان هم يركزوا حاجه واحده، احنا عايزين ناخد ركنيات وعايزين ناخد ضربات ثابته حوالين منطقه جزاء نادي الوداد، ومنها نخطف الهدف. وبالفعل ده اللي اتحقق من الثنائيه بتاعت علي معلول ومحمد عبد المنعم. تغيير عمرو السوليه فرق يعني، لما نزل الملعب اتغير. تغييرك تغييره مهمه جدا. ليه؟ انا في وجهه نظري ربما كنت اختلف على خروج مروان عطيه، لكن في اخر الجهاز الفني له وجهه نظره. حمدي فتحي امبارح انا في وجهه نظري كان اقل واحد في الثلاثه في نص الملعب، بتكلم على ديانج وحمدي فتحي. ما ده اللي انا برضو عايز اقول لك، حمدي فتحي هل ما كانش موفق؟ في وجهه نظري ما كانش موفق من بدايه المباراه، كان واضح ان هو يعني هايبد زياده او منفعل بسبب الاجواء بشكل زايد على اللزوم. كان راجع من اصابه؟ ملهاش دعوه. لا ملهاش دعوه. الباسنج بتاعه ما كانش اكريت، ما كانش عنده يعني نجاعه في عمليه تمرير الكوره، كان عنده مواقف كتيره يقدر يخلق منها فرص او شكل افضل للنادي الاهلي هجوميا في الشوط الاول. لذلك عمرو سوليه لما نزل عمل فرق. عمرو سوليه في الحته دي مميز جدا. وعمرو سوليه كمان انت طويل وبتستفيد منه من دخوله لمنطقه الجزاء انه يساعد في الكرات العرضيه وضربات الراس. فانا في وجهه نظري احنا فعلا امبارح ما كانش عندنا مساحه نلعب كوره خالص، هي المباراه تخلص بجزئيات بسيطه. واحنا عندنا دايما كده في قاعده مؤمنين بيها، المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب. في الماتش الفاينل ما تفكرش انك تقدم كوره حلوه انت عايز تكسب عشان يتكتب في التاريخ وفي ويكيبيديا ان بطل سنه 2023 هو النادي الاهلي. كسب ازاي بقى مش هتفرق. وبعدين مين؟ بعدين يعني هو خد 11 بطوله صح؟ انت بتتكلم على التصنيف عدد الالقاب يعني. خلاص النادي الاهلي وصل للبطوله ال11، وطبعا ما زال يليه النادي الزمالك ونادي مازامبي في المركز الثاني. الناديين عندهم خمس بطولات فرق كبير. كولر دايما بيتبع كده اسلوب في التكتيك بتاعه، هو الحرص شويه. نعم. هل احنا محتاجين بقى الفتره الجايه نبقى بالذات انه هيبقى في كاس العالم بقى للانديه وكده، ان احنا لا نهاجم اكتر، نبقى عندنا جرأه اكتر؟ طبعا اكيد بطوله المونديال الانديه حساباتها في وجهه نظري. ولا احنا مشينا كويس يعني؟ هل احنا مشينا كويس في حته ايه؟ ان احنا كنا الاول يعني كاننا بعيد فما فتحناش العيون عليه. لا بصي، انا هاخد من سؤالك جزء مهم وسؤال يعني جزء من سؤالك جزء مهم جدا. هو كيفيه التعامل مع مونديال الانديه، لان التعامل مع مونديال الانديه مختلف تماما عن التعامل مع دوري ابطال افريقيا. وانا اعتقد كمان ان في وجهه نظري ان احلام وطموحات منظومه النادي الاهلي متضمنه مجلس الاداره، متضمنه اللعيبه والجهاز الفني والجماهير، عايزين ناخد ستيب فورورد في حته المونديال. احنا واقفين عند حته مباراه المركز الثالث والرابع بقالنا سنين، ما يعني ده اقصى امل الاهلي يوصل، يعني يوصل سيمي فاينل بيتغلب يلعب ثالث ورابع ويبقى ياخد، لا اما ياخد البرونزيه او ياخد المركز الرابع. اوكي فاين، ده يعني عملناه كتير. السؤال هنا الاهلي محتاج ايه عشان يتخطى الليفل ده؟ عايزين مره ليفل ان احنا نوصل الفاينل، خصوصا ان في ناديين قبل كده في افريقيا وصلوا للفاينل. بتكلم على نادي مازامبي، نادي مازامبي بطل الكونغو الديمقراطيه وصل لفاينل مونديال الانديه في 2010 في الامارات قدام الانتر، والانتر كسب ساعتها. ونادي الرجاء المغربي لما وصل في الفاينل قدام بايرن ميونخ الالماني في 2013. فبالتالي انا اعتقد النادي الاهلي محتاج ان هو يعمل انجاز صحيح في الحته دي، محتاج ان هو يغير فكرته بقى، يغير الدعم بتاعه. انا النهارده محتاج اشتري لعيبه كلاس، احنا بنجيب الاهلي بيجيب كلاس ايه؟ لا تجيب كلاس ايه بلس او ايه بلس بلس. ليه؟ ان انت هتنافس. طبعا احنا عارفين النهارده مانشستر سيتي بالزبط هيلعب في مونديال الانديه، نادي ليون المكسيكي هيلعب في مونديال الانديه، فلازم لازم يبقى انت عندك سكواد مختلف. صح. على اي حال
هذه المباراة لها ما لها وعليها ما عليها. يعني في النهاية الأهلي كسب، في النهاية الحمد لله. الأهلي معاه حضور 11 بطولة من بطولات أفريقيا. نعم. في النهاية هو الوحيد اللي معاه 11 بطولة من بطولات أفريقيا، هو ملك أفريقيا حقيقي. المتوج بلا منازع. يلي فرق كمان، فرق كبير الزمالك ومازيمبي في واخدين 5 بطولات بس في أفريقيا. فأنت يعني حللنا المباراة وكلمنا عن أجواءها وعن كل تفاصيلها، كان بصحبتنا الناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا كرة كابتن كريم سعيد. شكرا لك كابتن، مسيجي صباح الخير.